اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا يا شباب. بس ايه ده يا ابو طارق؟ ده انت عامل وليمه، مين هياكل كل الاكل ده؟ هذه شغله بسيطه يا ناجي بيك. اتفضلوا اتفضلوا، صحه وهنا. اسمعوا هذه النكته. اثنين غزازوه، واحد بيقول للثاني ايش اسمك؟ قال له عي. قال له ايش اسمك؟ قال له عي. قال له اسمك ايش؟ قال له عي. ناولني الباميه وتهمي من عندك والنبي. طب وهذه واحده ثانيه؟ اديني طبق البلح ده بسرعه. هات. ايه؟ بتعملوا ايه؟ خف تهام. ارحم يا عبد الجليل، ارحم. خد. خد يا ريحة. الله الله عليك يا ناجي بيك. هتفضحونا. ليش ما عم تاكل يا حسام؟ لا ابدا ما فيش، بس اصلي افتكرت ابويا. كل حسام، كل حبيب. حاضر يا باشا. مالك يا حسام يا ابني؟ اوقات كتير قوي بننسى وبنحاول نعمل نفسنا ان احنا نسينا، لكن ممكن تيجي علينا لحظة بيخرج فيها كل اللي احنا بنحاول ننساه وبنشوفه قدام عينينا. الناس اللي بتحكي عنهم يا حسام هدول هم اللي بيحبهم ربنا، والحمد لله انك من الناس اللي ربنا بيحبهم.
اللي ربنا بيحبه بيكرم وبيستجيب دعاء. انت بس ادعي ادعي وربنا حيستجيب دعاك. قول يا حسام. نفسي ارجع اشم ريحته لما كان بيشيلني على كتفه وانا عيل صغير. كان لما بيصحى من النوم يملى البيت كله بحسه. وكان قبل ما يجي يصحيني يلاقيني واقف قدامه يقلده في كل حركه بيعملها. كان لما بيضحك ضحكته بتهزني وتفرحني وتحسسني ان انا ليا ظهر وسند. كنت دايما ببص له باعجاب، شايفه اقوى واحسن راجل في الدنيا. كنت بتمنظر قدام اصحابي بعد كل بطوله ياخدها في العاب القوى. كان وهو بيتمرن يا حاجه بيحطني على كتفه بيعمل كل تدريباته وهو شايلني. كان يبص لي وانا على كتفه ويقول لي انت بقيت اطول مني يا دي حسام. وانا على كتفه كنت بحس ان انا ممكن احط ايدي في السماء في عين الشمس. وطول ما انا على كتفه كان يقول لي انت عينيا وايدي وسيبني انا ابقى رجليك. اخر بطولة راحة غاب فيها قوي، ولما رجع دخل عليا وهو قاعد على كرسي. جات له إصابة في العمود الفقري وتشل. أنا آسف يا محك. لا أبدا يا حبيبي ولا يهمك، كمل. من يوميها ما بقتش ايدي وعيني بس، بقيت رجليه كمان ونفسي ومن عيني. يجي اليوم اللي اشوفه واقف تاني على رجله وارجع تاني اقعد على كتافه وامد ايديا لفوق. من اليوم ده ابويا بقى عامل زي خير الحكومه، لا اتحاد سائل